هذا بالنسبة للأعياد اليهودية، وذكرت بن غفير النائب في الكنيسة الإسرائيلي. يعني هؤلاء الشخصيات وهذه الشخصيات أستاذ أحمد بدأت تزداد شعبيتها في داخل دولة الاحتلال بشكل ملحوظ عبر الاستفتاءات وما والتصويتات وما إلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الانتخابات فالأمر مختلف، وهذا سباق انتخابي. يبدو أن هذه الأعياد والاقتحامات تستخدم من أجل ترويج لليمين المتطرف، وأن يحرزوا تقدما على حساب هذا التدنيس وهذه المخططات التهويدية في المسجد الأقصى. ضعنا في صورة ما يجري بهذا السباق الانتخابي وعلاقته بالتدنيس والاقتحامات للمسجد الأقصى. أخي الكريم، الأمور مترابطة بامتياز. يعني بني كبير حينما يقتحم، صحيح عضو برلمان وكنيسة، ولكن عينه على كرسي السلطة، وعينه أيضا وهو وغيره من المتطرفين في البرلمان الذين ينظروا إلى الوصول إلى السلطة، يعني وصول إلى الحكومة على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب كل افتعال هذه العنف كما ذكرت لك. ولكن أيضا هو جزء من حكومة يمينية متطرفة وأحزاب يمينية متطرفة. وأريد أن أذكرك، يعني كان الليكود على رأسها بنيامين نتنياهو الذي كان يروج للعدوان على قطاع غزة وعلى المسجد الأقصى أكثر من مرة. والآن يعني تهم لبيد وغيره من أطراف الحكومة الحالية التي هي حكومة هشة بطبيعة الحال بأن هنالك تقصير في جانب المعركة العسكرية على قطاع غزة، وأنت رأيت أنهم سيروا معركة عسكرية على غزة ولم يكتفوا بفتح شلال الدم النازل في قطاع غزة، بل افتعلوا معركة أيضا في جنين وفي نابلس وفي كل الساحات، والآن في ساحة المسجد الأقصى المبارك، فعلا ليرضوا اليمين المتطرف وحقيقة حتى يحصلوا أصواتا انتخابية. إذا هم يتسابقوا وحمى الانتخابات يتسابقوا ويتنافسوا على حساب الدم الفلسطيني. فهم أنت تشاهد أنهم يغتالوا المقدسيين بدم بارد. قبل أي يومين اغتالوا الشهيد من جبل الزيتون، يعني دكتور في على بعد أمتار خلفي، ويقتلون العديد من الشباب في جنين ونابلس بدم بارد، واغتالوا الأطفال بدم بارد. فلا حسيبة ولا رقيب دولي أو محلي للاحتلال، فبالتالي هو ماضي في سياسة سفك الدماء الفلسطينية، وهو ماضي أيضا في إشعال الحرب وتوطير الوضع في المسجد الأقصى المبارك. وهذا ما يفكر وما يقوم به من النفخ بالبوق ونوعية وعدد المقتحمين، وأيضا الاعتداء على المرابطين وكل الاستفزازات والصلوات التلمودية وما يسمى الانبطاح الملحمي وغيره يقومون به تحديدا في باب الرحمة وحول باب الرحمة، وذلك على مرأى من قوات الاحتلال، بل توفر لهم كل القوة وحتى توثق لهم بصور وتسمح لهم بالتصويت حتى يروجوا لتلك الدعاية. وهذا ينعكس فعلا بزيادة شعبية بن كبير وغيره. لماذا؟ لأنه يعكس بأنهم متعطشين للدم الفلسطيني ومتعطشين لافتعال العنف. فالتركيبة الحكومية والمجتمع الإسرائيلي يميل حاليا إلى اليمين المتطرف، وأنت تعلم بأن الأحزاب اليسارية في انحصار، سواء الميرت أو حتى حزب العمل الذي كان يعتبر حاله لا يحقق أي نتائج في الانتخابات. إذن من يحقق النتائج؟ الليكود وغيره من الحكومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة. هذا ما يعكس زيادة الشعبية حين يقتحم المسجد الأقصى أو يقتحم المسجد الأقصى.